حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. كشف النائب صلاح زيني عن استشراء الفساد في مشاريع عدالة إلى درجة كبيرة، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة من أجل الحفاظ على المال العام. وقال النائب صلاح زيني إنه تم إحالة 14 مشروعا وهميا للتحقيق بكلفة 36 مليار دينار في ديالة، لافتا إلى أن 90% من طرقات ديالة تعاني من اختلاف الكميات والأطوار، وتثير الكثير من شبهات الفساد المالي والإداري التي ستحقق بها الجهات الرقابية المختصة. وتعاني ديالة من فساد كبير في المشاريع الخدمية وفق تأكيدات بعض النواب. أكد النائب السابق عن محافظة كربلاء رياض المسعودي أن توسعة الشوارع في المحافظة لم تنفذ وفق المعايير الفنية، على الرغم من أنها كلفت أكثر من 100 مليار دينار. وقال النائب رياض المسعودي أن توسعة الشوارع في كربلاء كلفت نحو 120 مليار دينار، لكنها لم تنفذ وفق معايير وزارة الإسكان ومواصفات المرور وموافقة مديرية الطرقات، مضيفا أن هذه الطرق دون جسور لعبور السابلة ولا يوجد فيها جسور لاستدارة السيارات مع جزرات أوسطية بعرض متر واحد فقط. حذرت وزارة الزراعة من عرقلة منح تخصيص مالي قدره 4 تريليونات دينار في موازنة عام 2023 للقطاع الزراعي. وقال وزير الزراعة عباس جبر العلاوي قال إن الوزارة تتواصل مع لجنة الزراعة النيابية بهدف الإبقاء على التخصيصات في الموازنة والبلغ 4 تريليونات دينار لدعم القطاع الزراعي، داعيا البرلمان إلى عدم تخفيض المخصصات بعد وصولها من رئاسة الوزراء. حذرت هيئة المنافذ الحدودية من خطورة المنافذ غير الرسمية الموجودة حاليا مع دول الجوار. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي إن المهربين يستخدمون المنافذ غير الرسمية في تهريب المخدرات والمواد الممنوعة إلى داخل العراق. وأضاف الوائلي خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية أن المنافذ الحدودية ضبطت الكثير من ملفات الفساد، إلا أن هناك بعض الموظفين يتلاعبون بالفواتير والتعاريف الجمركية، على الرغم من استمرار الهيئة بملاحقتهم على حد تعبيره. احتل العراق والمركز الثاني كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند بعد روسيا، التي أصبحت تزود ثلث إجمالي واردات الهند النفطية. وفقا لتقرير صادر عن صحيفة The Economic Times، فإن واردات الهند من النفط الخام من روسيا وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1,620,000 برميل يوميا في شباط، حيث حصلت على حصة تقدر ب 35%، وهي الآن أعلى من الواردات المجمعة من الموردين التقليديين العراق والمملكة العربية السعودية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات أو أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.